رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومن ضمننا دلوقتي في الاستوديو مشرفنا الاستاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي. مساء الفل على حضرتك، منورنا. اهلا بحضرتك، منورنا. طبعا عايزين نتكلم النهارده عن ملفات كتير، والاهم اكيد هي اللائحه الاساسيه الخاصه بالنادي الاهلي، وان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر الحالي. عايزين نتكلم عن اللائحه دي، عايز اعرف حضرتك شايف اللائحه دي ازاي، وهل ليك ملاحظات عليها، وشفت ازاي تعامل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب مع اعضاء الجمعيه العموميه، وطبعا الورش اللي كانت بتتعمل والجلسات اللي كانت بتتعمل مع اعضاء النادي الاهلي والشخصيات العامه، عشان يعرفوا ملاحظاتهم، وكمان استقبال 3000 ملاحظة على اللائحة دي، وكمان تعديل بعض بنودها. بداية أنا عايز أقول لحضرتك أن النادي الأهلي هيكتب تاريخ أو يسطر تاريخ جديد بالنسبة لموضوع إصدار لائحة جديدة للنظام الأساسي في النادي الأهلي. النادي الأهلي انتهج سياسة الديمقراطية في موضوع اللائحة، لأن هو طبعاً إن اللائحة طبعاً معروف إن ممكن أي مجلس إدارة هو اللي كان ممكن يصدر هذه اللائحة. لكن الأهلي فتح اللائحة قدام الأعضاء عشان يستقبل آرائهم ويشوف وجهات نظرهم ويشوف إيه هي التعديلات أو الرؤى المختلفة في اللائحة، لأن الأهلي مش عايز يعمل لائحة عادية، الأهلي عايز يعمل دستور للأهلي، دستور جديد هيصنعه الأهلي إن شاء الله يوم 28 سبتمبر الحالي من خلال هذه اللائحة الجديدة. فعشان كده كان فيه حالة من الحراك طوال فترة طويلة، القانونيين والاستشاريين والناس اللي موجودين في النادي الأهلي وضعوا مشروع اللائحة، وطرحت قدام الأعضاء وطرحت قدام الرياضيين، تعملت ورش عمل كبيرة جدا، وكان في ناس الفنانين الأهلوية الكبار كانوا حرصوا أنهم يبقوا موجودين، الرياضيين حرصوا أن يبقوا موجودين، كبار النادي الأهلي حرصوا أنهم يبقوا موجودين، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي حرصوا أنهم يبقوا موجودين، فيه اللي تواجد وحضر في ورش العمل اللي هي كانت موجودة، وفيه اللي إدى ملاحظات وصلت لحوالي 3000 ملاحظة. كابتن الخطيب يمكن قعد مع أعضاء النادي الأهلي في فرع الجزيرة وفي مدينة نصر وفي الشيخ زايد أكتر من مرة، كل ده علشان يحصل نوع من التلاقي. يمكن بعد كده الجلسة اللي هي جامعة النادي الأهلي المصرية بقيادة المهندس هشام حطب، ويمكن تم رد الزيارة، كان برضو فيه علشان استطلاع رأي اللجنة الأولمبية، لأن طبعا اللجنة الأولمبية مهم جدا يتخذ رأيها قبل ما قبل الصيغة النهائية. أنا دلوقتي عن أهمية أخذ رأي الأولمبية. أنا عايز أقول لحضرتك إن رد الفعل اللي طلع مباشرة، ويمكن كنت موجود هناك في اللجنة الأولمبية، السعادة الكبيرة اللي هي طبعا أعلن عنها المهندس هشام حطب والمهندس شريف العريان وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بزيارة النادي الأهلي كنادي كبير ومؤسسة رياضية عظيمة في مصر. صحيح. وحاجة لها قيمة كبيرة جدا، إن النادي الأهلي ما تخطاش الحدود أو ما تخطاش المؤسسة رياضية أخرى زي اللجنة الأولمبية، لها دور كبير. صحيح. جدا، وهي مسؤولة عن الرياضة والعمل، يمكن الرياضة الشغل الأهلي الرياضي اللي هو موجود على مستوى مصر، لأن كل شغل اللجنة الأولمبية المصرية بيتعامل على طول مع اللجنة الأولمبية الدولية. فهو صحيح. طبعا مسألة أن ممكن قد يكون بعض البنود أو بعض النقاط فيها محتاجة وجهة نظر أو رؤى تتعلق بالميثاق الأولمبي، يعني ممكن تتعارض بعض البنود مع القوانين اللي بتحطها اللجنة الأولمبية. لا، ما هو ما فيش اي تعارض، ما هو الجلسه اللي اتعملت دي عشان ما يبقاش في اي حاجه. انا كعضو مثلا مجلس اداره النادي الاهلي ليه وجهه نظر او ليه رؤيه معينه، عايز ادي مثلا المراه وضع معين او اخلي للمراه مثلا كوتا معينه، عايز ادي للشباب مثلا وضع معين في اللائحه او حاجه معينه. بالنسبه للعضويه في النادي الاهلي الجزيره او الشيخ زايد، في نقاط كتيره جدا كانت مطروحه، يمكن برضه حوالي 5 أو 6 7 نقاط اللي كان فيهم تداول ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه، وانا عرفت من داخل اللجنه الاولمبيه ان في بعض النقاط كان الاهلي برضه واضحها في اللائحه ممكن تتماشى مع النادي الاهلي، ما فيش عليها خلاف، لكن النادي الاهلي يجي يطلب وجهه نظر اللجنه الاولمبيه ده شيء يعني كبير جدا وشيء مهم جدا لاظهار أهمية الرياضة في مصر والعلاقات اللي موجودة ما بين المؤسسات الرياضية المصرية بينها وبين بعضها، فكان شيء مهم جدا، ويمكن ده هيخلي اللائحة بتاعة النادي الأهلي أعتقد إن ما فيهاش يعني أي بنود تعارض، لكن هتبقى فعلا بمثابة دستور كبير ومهم للأعضاء
أعضاء الأهلي يمكن هيفخروا بشكل كبير جدا على مدى سنوات طويلة باللائحة اللي هي هتتعمل. طبعا لأن هم أصلا مشاركين في وضع الدستور بتاعهم. مشاركين في وضع هذا في اللائحة والدستور. قمة الديمقراطية. قمة الديمقراطية، واللي يمكن في أخبار الرياضة أنا كتبت إن عن قمة الديمقراطية وعن السياسة اللي انتهجها الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في موضوع اللائحة بشكل مهم جدا. النادي الأهلي مؤسسة عريقة ومؤسسة كبيرة ومؤسسة عظيمة، ولابد أن هي تكون القدوة في المجال الرياضي في مصر، وهو صحيح. طبعا الفريق النادي الأكبر والأول على مش على مستوى مصر، على مستوى أفريقيا، ويمكن الأفضل عالميا برضو بين عظماء الأندية العالمية. فطبعا ده شيء مهم أن يطلع من النادي الجمعية العمومية، والحضور اللي إن شاء الله هيكون للجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر القادم بإذن الله، هل تتوقع أن يكون في أعداد كبيرة؟ اعتقد ان في هيكون من وجهه نظر اعتقد ان في هيبقى في اقبال كبير جدا، لان الناس جايه تشارك في وضع دستورها، فمهم جدا ان هو يجي يشارك ويقول وجهه نظره، خاصه ان هو توافق على كل البنود وكل وجهات النظر اللي هو كان عايز يقولها قالها مسبقا وتم الاتفاق عليها، او تم تعديل وجهه النظر، او في ناس كثيره ممكن تقول وجهه نظرها وقد لا تتوافق مع الدستور او القانون او الميثاق الاولمبي. فيتقال له احنا طبعا ايه البنود اللي هي محطوطه دي لابد ان تتوافق مع الدستور والقانون والميثاق الاولمبي. فطبعا عضو الاهلي هيكون حريص، واعتقد ان الاقبال هيكون كبير، وبقول يعني لاداره النادي الاهلي والاستاذ محمد مرجان وقيادات النادي الاهلي انهم هم يستعدوا بشكل كبير جدا ليوم الجمعيه العموميه دي، لان هيبقى طبعا يوم هيبقى مفخره للنادي الاهلي زي الانتخابات الاخيره. اكيد. طيب نروح بقى للكوره، بعيدا عن لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، اللقاء القادم ان شاء الله للنادي الاهلي يوم الجمعه اللي جايه قصاد هورايا كوناكري الغيني. خليني اسالك الاول، شايف اللقاء ده ازاي؟ والله عايز اقول لحضرتك يعني هو الفريق طبعا لسه جديد على النادي الاهلي او على الكره المصريه، لكن انا شايف اللقاء مش سهل. اللقاء هيبقى صعب، لان فريق بهذا الاداء قدر ان هو يصعد مع الوداد المغربي، وقدر ان هو يعني يزيح فريق كبير زي سان داونز الجنوب افريقي. انا شفته في جنوب افريقيا وشفت اداءه وشفت لاعبيه ومستواه ايه، فان هو كان بطل ابطال افريقيا الدور اللي فات، فان هو يقدر يزيح البطل ويدخل مكانه معناه ان هو فريق مش قليل، فريق مش هين. صحيح. بس دلوقتي بقى الطبيعي ان كل الفرق الافريقيه بالذات يعني مستواها عالي، لان هم في افريقيا يعني يمكن الكره الافريقيه بشكل كبير تطورت بشكل كبير، وبدات دلوقتي برضه عنصر الشباب وبيدخل والقوه بيدخل بشكل كبير في الكره الافريقيه، وفيه نجوم كتير وفيه مستويات، في انديه كتير بدات تظهر على الساحه. صحيح. منها هذا الفريق اللي هو برضه الاهلي لا يستهين به في هذه المواجهه ان شاء الله. شايف مين المنافس الاقوى اللي هيقابله النادي الاهلي في مشواره ان شاء الله للنجمه التاسعه؟ والله عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ده سؤال مهم، لكن اللي انا عايز اقوله ما نقدرش ما نسبقش زي ما بيقولوا، يعني انا هجاوبك اجابه مدربين الكوره مش نقد رياضي. مدربين الكوره بيقولوا ايه؟ خلينا نمشي خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، خلينا نطلع بس من المشوار ده وبعد كده هنشوف الدنيا فيها ايه. صحيح. فالاهلي ان شاء الله يعدي المرحله دي ويعدي الخطوه، واي حد هيجي الاهلي طبعا في طريقه ان شاء الله لاستعاده اللقب. نقد رياضي والله لسه فيه يعني القرى هتقوله، لسه فيه طبعا انديه كبيره جدا مهمه، ممكن حتى الاهلي بس ان شاء الله هيكون قادر على الفوز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب عايزه اسالك برضو، قرار بقى من الامن بزياده عدد الجماهير، شايف القرار ده ازاي؟ والله عايز اقول لحضرتك عوده الجماهير بقى شيء مهم وبقى مطلب ملح، ولابد ان الجماهير تعود للمدرجات، لان طبعا مش معقول يعني بعد ما احنا شفنا الاهلي بمستواه وادائه وبيفرحنا ومنتخب مصر بيأدي وبيجيب سداسيه وفرحنا، ويبقى الجمهور مش موجود او يبقى الجمهور قليل، لا ما ينفعش تتملي بالجماهير. صحيح. وهو قرار الحاج كمان عامر حسين كان لسه معانا على الهدف النهارده، قال انه فعلا انا تابعتكم وسمعتكم موافقه الامن على حضور 75% في برج العرب، لكن لسه لغايه دلوقتي ما جاش موافقه من الامن عشان الجماهير تحضر في ملعب السلام. شايف اصلا ان الجماهير عندها مشكله انها تسافر لبرج العرب؟
والله عايز اقول يعني المسافه بعيده، وبعدين صحيح. برج العرب ما يبقاش مرهقه ومتعبه، وفي مسافه كبيره الجمهور بيمشيها عشان يدخل الملعب، لكن طبعا الجماهير عشان خاطر ناديها بتعمل اكتر من كده. لكن هو اللي انا اتمناه طبعا مبدئيا يعني استاد السلام ماشي، لكن اللي انا اتمناه ان الاهلي يرجع يلعب تاني على استاد القاهره، يعني ان شاء الله يمكن بعد احتفالات اكتوبر ونصر اكتوبر باذن الله، يعني مع نهايه شهر اكتوبر. ده لقاء النادي الاهلي واتلتيكو مدريد في برج العرب، جميل طبعا الحضور كانت طبعا هناك. طبعا حضور جماهيري رائع جدا، وان الامن طبعا يوافق على ان حضور هذا العدد ده شيء جميل جدا. صحيح. وده حاجه مهمه جدا، لكن برضو مهم ان احنا نضع الاشتراطات الامنيه، اللي هو انا بقول ما دام الامن قال اوكي يبقى خلاص، لكن الاشتراطات الامنيه مهمه جدا في عمليه التواجد، في عمليه الدخول، في عمليه الحضور، في عمليه انك انت تدخل تلاقي كرسي، انت كرسيك ده اللي انت هتقعد عليه اللي واخد رقمه على التيكت على التذكره، ده مهم جدا جدا ان هو يبقى موجود. عمليه التامين والدخول والخروج، ومفيش ما نرجعش تاني للموضوع القديم ده خلاص اللي احنا انتهينا منه، لا شتائم ولا لافتات ولا طبعًا شماريخ طبعًا ولا ولا, طبعًا ولا 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 انت الكلام ده كله خالص، لابد ان هو خلاص صفحه وانتهت، لابد ان احنا دلوقتي داخلين في مرحله جديده، انت عارف ناديك عايز ايه ومهمتك ايه، ما تبقاش انت السبب في تعطيل ناديك او وقوع عقوبات على ناديك او يحرم ان هو يتلعب على ارضه وبين جمهوره. صحيح. صحيح. او تحصل عقوبات ماليه او ماديه، ده ما ينفعش طبعا ان هو بكل تاكيد بكل تاكيد. صحيح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز والخمس جولات اللي خلاص اتلعبوا من الدوري المصري، شايف ان في ملامح لوجود منافسين على المربع الذهبي من دلوقتي؟ والله طبعا في لحد دلوقتي، لكن لسه طبعا المشوار طويل، لكن هو موجود اللي يمكن نقول اللي هم المتسيدين لسواء الاهلي او بيراميدز او الزمالك او سموحه او بتروجيت، او هي الانديه دي يمكن دلوقتي اللي هو في الدوري يمكن المتقدمين في الدوري وماتشات الدوري وعلى قمه الدوري لحد الجوله الخامسه. لكن اعتقد مع المشوار طبعا هتبقى في طبعا فرص كتير جدا لانديه كتير انها تدخل علشان تنافس يعني، لكن الدوري لسه قدامه فترة طويلة عشان نقدر نحكم ونقدر نقول مين اللي هو هيقدر يعني ينافس الأهلي على الصدارة بعد كده. أكيد. آخر لقاء للنادي الأهلي كان قصاد الإنتاج الحربي. نعم. وكان فيه لقاء شهير. لقاء شهير للأسف كان فيه كوارث يعني تحكيمية ما تتوصفش. طبعا. شفت اللقاء ده إزاي؟ والله انا شفت اللقاء، كتبت عنه ان عن الحكام كابتن ابراهيم نور الدين وزملائه يعني شاهد ما شافش حاجه، يعني ان هو وليد ازارو يعني يجي كده لمس كتاف من ظهره من الفالنه ويقع كده، يعني دي مصارعه وبعدين هدف صحيح ملغي، دي قاسيه جدا على الاهلي وعلى جماهيره في بدايه، حتى لو كان في بدايه مشواره ماتش يعني شاهد ما شافش حاجه، يعني شاف وما شافش برضه، شاهد ما شافش حاجه زي مسرحيه عادل امام، شاهد ما شافش حاجه، فهو بس الشيء بس هم بس شافوا ساعتها عادل امام كانش فعلا شاف، بس هم شافوا، لكن ده بقى شاف، لا هم شافوا ومع الحكم الخامس شافوا وكلموا بعض طبعا، لو ركزنا طبعا مع ان هو كلموا بعض كان واقف والصفاره بتترفع اهي وبترجع تاني، لا وكمان لو مشي كمان لو مشينا خطوه واحده بس هنشوف قد ايه السماعه اتحطت في الودن وحصل كلام، وما اعرفش بقى ايه الحوار اللي دار، يهمنا ان احنا نعرف بجد ايه الحوار اللي دار في اللقطه دي. عندي فضول فعلا. وانا عندي فضول على وليد ازارو طبعا، هو رجع من المغرب، عندي فضول ان وليد ازارو يعني ازاي يعني تلقى هذه الصدمه، لأن بصراحة بالنسبة له كلاعب دولي وكلاعب كبير وكلاعب محترف وهداف وفاهم كورة وفاهم قانون، لما يقع في منطقة الجزاء دي بلانتي ملهاش ولمس أكتاف فما ينفعش كده، لكن هو كان لازم يهمنا نعرف الحوارات دي شكلها إيه، لكن طبعا الأهلي طبعا قدم خطاب ونتمنى إن هو يعني الحاجات اللي موجودة عشان العدالة وعشان الشفافية وإن هي الحاجات دي تتنفذ يعني. طيب البيان بقى اللي اترد عليه من اتحاد الكرة او من كابتن عصام، شفته ازاي؟ يعني اعتقد يعني يمكن
اتمنى يعني لحد دلوقتي، احنا لسه ما دخلناش الجوله بعد كده، لكن اتمنى دلوقتي الاهلي كان طالب او الناس او الجمهور كانوا طالبين ان كابتن تحصل من الكابتن عصام فتاح عقوبه يعني الواضحه الحق اللي وقع واضحه، والحكام ما اتخذوش اي قرار يعني وما اتكلموش. بيقول ان هو مش هيعلن برضو، ما احنا بنتكلم دلوقتي ما في عقوبه، المفروض في عقوبه. انت قول ان في عقوبه او عقوبه سريه، لازم يبقى في عقوبه. صحيح. عشان الجماهير تهدى عشان الحق اللي هو ضاع على النادي الاهلي، ان الناس طبعا ان ده ما يتكررش قبل كده، لازم يبقى في عقوبه علشان ده ما يتكررش تاني بعد كده. لكن ان هو دلوقتي ما فيش عقوبه، ما يعني عشان التصريحات ساعات ما تبقاش مش بتهدي، ساعات بتعمل صدام. أكيد. وبتعمل يعني غليان في الوسط الرياضي، فاحنا مش عايزين ده. وبعدين في اتحاد الكره لابد ان هو طبعا بيحافظ على حقوق، فما دورك في الحفاظ على حقوق الانديه؟ وبعدين انت دلوقتي لو حصل اي شغب من اي مدير فني او اي مدرب او اي لاعب، ما انت بتدي عقوبه. هل تتوقع ان ممكن اللقاء ده والاحداث اللي حصلت فيه والغلطات او الكوارث التحكيميه اللي حصلت فيه ممكن تعدي مرور الكرام ولا ما اعتقدش. لازم اتحاد الكره يبقى له وقفه، ولابد اتحاد الكره انه ياخد قرار وما يسيبش الموضوع بالشكل ده، لانه كده يعني هيبقى ممكن مع ان تتكرر تاني مع انديه تاني، فيبقى الوضع يعني ايه الحل لو حصل مع النادي الاهلي هذا الموضوع والاهلي اعلن ان هو خلاص مش هيكمل الدوري؟ هو الاهلي مستحيل ما يكملش الدوري طبعا. صحيح. لكن هو برضه الظلم التحكيمي كتير يعني. صحيح. انك انت تلغي لي هدف صحيح، وانك انت تحرمني من ضربه جزاء من بلانتي وتحرمني كمان من تصدر الدوري. صحيح. استاذ عبد اللطيف اسماعيل ناقد رياضي الكبير، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. بشكرك جدا، استمتعنا اكيد بوقتنا مع حضرتك. الف شكر، مشكورك جدا. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا.